السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يا صفير سوف نتعرف على الأحرف المتشابهة. صاد صاد ضاد صاد صاد ضاد ضاد. الصاد والضاد أحرف متشابهة صح؟ صح. ما هو الفرق بين الصاد والضاد؟ ما هو الحرف الذي عليه النقطة؟ ضاد. أحسنتم. هيا يا فاطمة. ضاد. أحسنتي. أحسنتي يا فاطمة. هيا يا جنى. صاد. أحسنتي. هيا اكتبي. أحسنتي يا جنى. هيا يا تاليا. هلا. أحسنتي اكتبي. أحسنتي. هيا يا سعاد. صاد ضاد. أحسنتي. أحسنتي يا سعاد. هيا يا ريتال. صاد ضاد. أحسنتي اكتبي. أحسنتي يا ريتال. هيا يا عروبة. صاد ضاد. أحسنتي اكتبي. أحسنتي. هيا يا أمار. صاد ضاد. أحسنتي اكتبي. أحسنتي يا أمار. هيا يا منار. صاد ضاد. أحسنتي اكتبي. أحسنتي. هيا يا صفا. أحسنتي يا عزة. هيا يا فاضل. أحسنتي يا أكتو. أحسنتي يا فاضل. هيا يا صبري. أحسنتي يا صبري. هيا يا مصطفى. أحسنتي يا أكتو. أحسنتي يا أكتو. أحسنتي يا لؤي. هيا يا حسين. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا حسين. هيا يا سليمان. أحسنت يا سليمان. هيا يا يوسف. صاد ضاد. يلا أكتو. أحسنت. هيا يا عمان. أحسنت. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا عمان. هيا يا عبد الرحمن. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا عبد الرحمن. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا محمد. هيا يا غي. صاد. أحسنت يا أكتو. أحسنت. هيا يا أمير. صاد. أحسنت يا أكتو. أحسنت. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا أمير. هيا يا أحمد. صاد. أحسنت يا أكتو. أحسنت يا أحمد.